السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الجمعة 10 ماي 2019، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر الفيسبوك واليوتيوب. هذا اليوم يبقى مكتوب في التاريخ بأحرف من ذهب بكل ما تعنيه الكلمة. هذا يوم عظيم، يوم مشهود. هذا اليوم كان يوم حاسم. حينما يكتب التاريخ انت هذه الفترة، سيقول الكاتبون والمؤرخون أن الجماعة الحاكمة كانت تعتقد وكانت يقينها راسخ من أنه حينما يأتي رمضان سينفلت عقد هذا الحراك، هذه الانتفاضة، هذه الثورة الشعبية، أنها ستخف، أنها ستنتهي، أنها ستبدأ تتآكل، وأنهم في واقع الأمر اعتبروا أن ذلك يخليهم يمروا خططهم، سياساتهم، كل الجرائم والمؤامرات اللي ظلوا يفعلونها ضد الشعب الجزائري. ولكن جاء الرد وجاء بشكل غير مسبوق، صفعات متتالية للجماعة الحاكمة على رأسهم قايد صالح اليوم، صفعات متتالية وشعارات غير مسبوقة، لم يسبق لها مثيل. الجمعة الماضية كانت شعارات قوية جدا ضد القايد صالح، إلى درجة أنه كان منزعج بشدة وكتبت البوخ نتاعو اللي تسمى مجلة الجيش، كتبت من أن هؤلاء رفعوا شعارات مشبوهة وأنها كانت كذا وأن هذه جماعة مش عارف الدولة العبيطة وكلام على المؤامرة كما يريدونها. اليوم الصفعات كانت أكبر والشعارات كانت أقوى في يوم كانت الحرارة تملأ البلاد، وكان الصيام، وكان العطش، وكان الجوع، وكان الخوف من أن الناس قد لا تخرج. مع ذلك خرج الملايين في كل مكان، خرج الملايين يرددون بعبارة واحدة تقريبا نفس الشعارات كانت في أغلب المدن إن لم تكن في كلها. وقد جمعت الشعارات رفضهم لهذه الانتخابات، للمهزلة اللي تسمى انتخابات، لمشروع إعادة العصابة من جديد، لمشروع إعادة النظام وإعادة إنتاج رسكلة النظام من جديد، ريسيكلاج اللي راهم حابين يديروه، وللقائمين وراءه سواء كان الوجوه المدنية البائسة بدوي بن صالح وأمثالهم، أو للحاكم الفعلي اليوم ومن معه من جنرالات، خاصة قايد صالح. قايد صالح ديجاج، هذه نريد دولة مدنية ماشي كازيرنا، نريد دولة مدنية ماشي ثكنة عسكرية، يعني عبارات قايد أبابا والقايد صالح رئيس العصابة، يعني مش قادر نعاودها لكم كلها ونكررها لكم، راكم شفتوها على كافة المواقع وكافة الأسفل. واتضح مرة أخرى، قلناها لهم ونعاودها لهم، أن ذبابكم الإلكتروني ما هو موجود إلا على الفيسبوك، والفيسبوك أدى دوره من قبل. الفيسبوك الآن راهو تكملة، راهو إضافة، ممكن هنا لايف نتاعي، ممكن نتاع بعض الإخوان المقاومين والمعارضين، ممكن كتابة هنا، ممكن كتابة هناك، لكن العمل راه على الميدان. بل اللي مش فاهمينه الجماعة نتاع كبار الجنرالات، واللي نتمنى اليوم راح نتكلم معاهم مرة أخرى بهدوء، خاصة ونحن ننتصر، نحن ننتصر. الشعب اليوم انتصر، انتصر بأقوى ما يكون. الشعب اليوم وريلكم وجه أنه مستعد أن يجوع، أن يعطش، ضربوا الحرارة، ضربوا السخانة، كي اللي باتوا برا في العاصمة، لأنك تغلقوا عليهم العاصمة وزدتوا غلقتوها اليوم أيضا، وفي مدن أخرى ناس جات من أماكن أخرى، ناس جاية من الإترونجي، ناس جاية من الخارج، ناس جات من الخارج باش تحضر هذه الأيام المباركة. إذن كل هذا يأكد شيء، هو أن الناس ماهيش مستعدة تعاود ترجع لبيوتها بدون حريتها. وسبق وقلنا لكم هذا الكلام، وعدناها لكم عدة مرات، لكن كنتم دايرين مازال أمل أخير يجي رمضان،
يجي رمضان وهذا الشعب هما دائما طبعا ينظروا للشعب نظرة دونية نظرة قاصرة. هما هم بعض اللي يبدأوا الآن يكتبوا بأسماواتهم، ما يحترموش الشعب، ما يقدروش الشعب، ما يشوفوش أن هذا الشعب هو اللي خرج فرنسا، ما يشوفوهاش، ما يشوفوش أن هذا الشعب هو اللي على مر آلاف السنين مش فقط من الحقبة الإسلامية اللي هي عمقت وعطت القوة لهذه البلاد أكثر فأكثر، ولكن عبر آلاف السنين كان دائما الشعب هذا اللي يسكن هذه الأرض كيف ما كان تسميتها عبر التاريخ كان دائما ينتصر على الغزاة وينتصر على الطغاة. قد يطول الزمن أحيانا مثل القضية الوضع الفرنسي ولأسباب متعددة مش هندخل فيها، لكن سينتصر. وهذا التعطيل اللي راهو فقط يضيع لكم الوقت ويخلي الناس زيد تتشدد أكثر. شوف باش نقول لكم، كل المرات اللي تحدثت فيها أنا هنا وتحدث فيها أخوان كثيرين، قلنا لكم أن إطالة الفترة، محاولة التلاعب، محاولة المكر، الذباب الإلكتروني، أدواتكم اللي اليوم على حسب ما سمعت أنا ما نشوفهمش في الغالب، يعني إلا استثناء ونشوف حاجة هكذا مرورا يعني، لكن اليوم الناس كلها اللي يكتبوا لي رسائل أو اللي شفت تعليقاتهم كلها يقولوا أنه ما غطاوش لا قنواتكم ولا مواقعكم ولا أكاذيبكم ولا خداعكم ولا محاولات التقسيم بإرسال عناصر تاع مخابرات وعناصر تاع نتاع كل هؤلاء ما فادوش شيء، مش راح يفيدوا. بل نزيد لكم حاجة فقط، كلما طالت المدة كلما يتشدد الشعب أكثر وترتفع المطالب أعلى. باش ما تقولوش راهو يبالغ أو راهو يختلق، نذكركم أغلبية اللي خرجوا في 22 فبراير ربما الثلثين خرجوا ضد العهدة الخامسة، أليس كذلك؟ الجميع يتفق على هذه البداية، يعني اللي حركتهم هي العهدة الخامسة، لأن كانت استفزاز، استفزاز ما عندوش حدود، كانت عملية استفزاز وعملية احتقار وإهانة ما عندهاش حدود. لكن لما ما قبلتوش العهدة الخامسة ومضيتوا فيها وخرجت حتى أنت قاعد صالح تقول تتحدث على المغرر بهم، اللي كما كتب واحد تعليق جميل عجبني يعني حطيته الآن في الصفحة، قالك المغرر بهم هذول هم اللي حروك من بوتفليقة وهاي السلطة كلها في يدك اليوم، المغرر بهم هم اللي حروك من السعيد اللي كان باش يلغيك وطرطاق اللي كان داير رايه وما يسمع لكش وغيره، يعني وغيره أشياء كثيرة، وهذول والمغرر بهم هو اللي خلاوك أنك تسجن غريمك وخصمك اللي كان متعبك في زمن ما اللي هو التوفيق. إذن هؤلاء اللي قلتوا عليهم مغرر بهم في الأغلبية خرجت ضد العهدة الخامسة، لكنها مباشرة بعد أنكم استفزيتوها بالتصريحات، تصريحات أويحيا، تصريحات بوشار، بتصريحات القايد صالح، تصريحات الكل، كل العصابة رفعوا السقف من بعد. ولما قال بوتفليقة أنه ما يروحش العهدة الخامسة أو قال نروح عام واحد، قالوا الناس لا بوتفليقة ما تزيش دقيقة، هذا الشعار اللي كان عام أنا ذاك. ثم عاودوا قال لا عهدة رابعة بصح شوية تمن مدوها شوية فقط وقت اللي ينهبوا 70 مليار دولار اللي بقات في الخزينة. الشعب قال لا، سقط بوتفليقة، وكنت تظنوا أنه حينما يسقط بوتفليقة الشعب يتوقف، بالعكس خرجت الناس وربما خرجت أكثر، لأنها قالت لكم لا الآن مش قضية روحي لبوتفليقة، الآن راحي للعصابات. وحتى لما جيت انت قايد صالح والتحقت لما شفت باللي الواد الحقلك وكان ممكن يحملك معاهم، وجيت وقلت بانك مع الماده 102 والماده 78، الناس ما قبلوش من بعد، ما قبلوش انك انت اللي تولى الحكم، والناس خرجوا من بعدها وقالوا لك لا نحن نريد، حطيت بن صالح وبدوي والى اخره اللي هما جزء من العصابه واللي صنعهم السعيد، لكن الناس كانت واضحة أنه ما فيش انتخابات لتجديد العصابة. بقيت أنت نهار تسب ونهار ترونجي، نهار تهدد ونهار تتراجع، نهار يعني هذه السياسة زادت خلت الاستفزاز، الناس تشعر بالاستفزاز أكثر. الجمعة الماضية خرجت الناس وهجماتك بقوة، وقلتها لك أنا قبلها بيومين، قلت لك هذه الجمعة اللي فاتت سيهاجمونك الناس بقوة كما لم يفعلوها من قبل.
جيت انت حطيت التوفيق وحطيت سعيد بوتفليقة وطرطاق، يعني ثلاثة من أجرم الوجوه اللي عرفها الشعب الجزائري، من الأجرم، وظنيت بأن هذا تمر على الشعب الجزائري. الناس كان ردهم واضح، بارك الله فيك، حطيتهم في السجن، هؤلاء عصابات مجرمين ما فيش مشكل، لكن احنا ما خرجناش باش يتحطوا هذوم في الحبس، احنا خرجنا لتغيير النظام، لأنه مش نظام، لأنه فوضى، خرجنا لبناء النظام ورحيل كل العصابات، ما هوش باش نحطوا السعيد وتوفيق وطرطاق في الحبس ونحطوا بن صالح رئيس، واللي حط بن صالح هو السعيد، واللي حط بدوي هو رئيس حكومة، رئيس حكومة هو السعيد بموافقة طرطاق، وفي دولة التوفيق، لأن الدولة القائمة اليوم هي هذه دولة التوفيق، دولة التوفيق دولة بوتفليقة، هذه الدولة اللي قائمة اليوم. إذن الناس، أنت كنت تظن أنك رايح خلاص، وخاصة مع كل الذباب الإلكتروني، وحتى بعض الذباب، بعض الناس اللي أنا ما نتكلمش، اللي عندهم وجهات نظر تختلف معنا، طبعا نحن نقبل رأي الآخر ونقبل الاختلاف ونقبل كل شيء لما يكون واضح، لكن لما يكون كلام فارغ ولما يكون هجوم على الشعب وكأنهم هم جايين من المريخ أو والدين في 12 شهر مش من هذا الشعب، هذون صراحة هذو جرابيع، ما لا نلقي لهم بالا ولا نسمع لهم أصلا. لما يقول لك واحد جدي عاش 200 سنة ما تسمعلوش تضحك تمشي، لأنه ما عبقاش في نقاش معه. إذن ظنيت أنت يا قايد صالح ومن معك من الجنرالات أنكم تروحوا نحو الغضب، لأن توفيق رمز من رموز العشرية الدموية وليس السوداء، لم يكن ذلك شيء، وخرجت البوق نتاعك مجلة الجيش تستفز الناس وتهاجم وشرذمة، نفس الخطاب الفرعوني، إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، شرذمة. فالناس ردت عليك اليوم. طيب أنا ما دام ردت عليك الناس اليوم، من شرح الآن نبقى ونتصرف وكأننا الانتصار العظيم، بالرغم أنه انتصار كبير للشعب الجزائري، لأن الانتصار الحقيقي لنا هو حينما ينجو الوطن وينجو الشعب، وليس بأسبابكم، أو هذا آخر، أنتم آخر اهتماماتنا. ومرة مرة يجيني السؤال يقول لي هل لديك مشاكل مع شخصية، مع القايد صالح أو مع الجنرالات؟ شوفوا يا أخوان، بين قوسين هذه فقط، لم يكن لي يوما، أنا غادرت المنصب وأنا عمري 32 سنة، يعني في قمة شبابي، وكنت دبلوماسي ربما من أصغر دبلوماسيين على الإطلاق، من بين الأصغر على الإطلاق، وعمري 23 سنة، يعني اشتغلت 9 سنوات ما بين الدبلوماسية والخدمة الوطنية، لم ألقى إلا تقدير والاحترام نتيجة الكفاءة نتاعي الحمد لله. وأنا في الغالب والله ما نحب نتكلم على نفسي على الإطلاق، لأن أخشى ما يخساه الإنسان المؤمن أن يزكي نفسه فتذهب كل حسناته، لكن أحيانا نضطر اضطرارا لتوضيح بعض النقاط لبعض إخوان. أنا لم يكن لي أي مشكلة مع أي مسؤول جزائري على الإطلاق يوما ما، بل كنت أحظى بالتقدير والاحترام سواء مع السفيرين اللي اشتغلت معهم، محمد سباغ وهو حي موجود في تلمسان، أو مع محمد سعيد الله يرحمه مات قبل سنتين أو ثلاثة، وكل المسؤولين تاع الخارجية أو المسؤولين من وزارة أخرى اللي كانوا يجوا بما فيهم الوزارة وبما فيهم رئيس الوزراء، مثلا سيفي كان رئيس الوزراء والتقيته لما كان هو رئيس الوزراء إلى آخره، زروال جا ليبيا والتقينا في ليبيا إلى آخره، وغيره يعني، كل المسؤولين اللي جلست معاهم أو تحدثت معاهم بما فيهم وزارة الخارجية، دمبري هذا الأخضر الإبراهيمي إلى آخره، لم ألقى إلا الترحيب والتقدير، لأنهم كانوا يعرفوا الكفاءة نتاعي الحمد لله. فما عنديش، لم تكن لدي مشكلة شخصية، المشكلة الوحيدة اللي عندي بيني وبينهم هي مشكلة الوطن، عندنا مشكلة بيناتنا على الجزائر، هدموا الجزائر لم أقبل ذلك، أخلاقي ضميري قناعاتي شخصيتي لم تقبل ذلك، وشفتم دينها للكارثة. وقلت هذا الكلام في أول خروج لي في جريدة الحياة في 2 أكتوبر 95، قلت أنهم يذهبون بالبلاد إلى الكارثة، وقد ذهبوا، هذه أقولها بين قوسين فقط لبعض إخواني ربما، خاصة الشباب اللي ربما ما يعرفوش التاريخ شوية إلى حد ما، أو ما طلعوش عليه مازال. المشكلة اللي بيننا وبينهم هي الجزائر، هي الوطن، هذا الوطن من 62 وما يحكمه العسكر، إما من خلف الستار أو مباشرة، يعني ثلاث
ثلاثة من الرؤساء اللي قضوا فترات طويلة كانوا عسكريين مباشرين، واثنين كانوا عسكريين غير مباشرين، آخرهم هذا بوتفليقة المخلوع. وحتى لما ما يحكموش جنرالات مباشرة أو ضباط مباشرة، يحكموا بطريقة غير مباشرة. واللي يريد أن يفهم ذلك يروح يقرأ بعض ما كتبه المجرم نزار في الكتب اللي كتبت له باسمه. إذن الحكم العسكري هذا اليوم الناس خرجت تندد به، لكن مش من اليوم، من سنوات طويلة، لكن الشعب لم يكن، ربما لم يكن قادر في لحظات معينة نتيجة للتسعينات ونتيجة لما حدث في سوريا وفي ليبيا وفي العراق إلى آخره، خلت الشعب الحكمة الشعبية، الحكمة العامة، بون سونس دي بيزون كما يقولوه، خلت الناس تتأخر شوية وتشوف تنظر بحكمة. لكن في لحظة معينة تكسرت القيود، تكسر الخوف، تكسر الإرهاب والرعب اللي كنتم ماسكين به الوطن، لأنكم أنتم لم تحكموا الوطن إلا بالتخويف وإلا بالترهيب. وكان لكم دائما نظرية، وأنا تكلمت عليها قبل أكثر من 20 سنة، نظرية العنف المطلوب أو العنف المحدود، بمعنى أنكم تخلقون دائما حدث من العنف. ولذلك جاءت السلمية وجاءت هذه المواقف الحضارية وجاء هذا الإصرار وهذا التحدي. شفتوا التحدي تاع اليوم؟ شوفوا يا جنرالات البلاد، شفتوا التحدي تاع اليوم؟ يعني صيف، سخانة، رمضان، عطش، جوع، ما حبستش الناس في كل مكان، في كل مكان، في مات في باتنا اللي هو يعتبر روحه نفسه من باتنا أو مما جاورها، في عنابة اللي نهبوه الأولاد ونصها، في وهران، في سدي بالعباس، في تلمسان، في أدرار، في تمن راس، في بشار، في قالمة، في سعيدة، في عين دفلة، في الشلف، في كل مكان، في البرج، في الصيف، في بجاية، في تيزي وزو، في الأغواط، في ورقلة، في كل مكان، في الجلفة، وأنا هنا نذكر بعض المدن فقط، في كل مكان. لم يبقى جزائري من الأحرار أو من الناس العاديين حتى ولم يخرج. شباب صغار، نساء، جايز، شيوخة، مرضى، كاين اللي في شريطات نتاع المساكن نتاع أصحاب الحاجات الخاصة. أحيانا مرات نشوف ناس والله تسيلي الدمعة وأنا نشوفهم كيفاش يمشوا، يعني مسكين، تلقاهم متعب، مريض، شيخ كبير، وخارجين الناس، الناس خلاص فاض بيها، الناس فاض بيها، الناس غرقت، غرقت في الرداءة، غرقت في الفوضى، غرقت في الرشوة، غرقت في الديون، غرقت الناس، غرقتوها البلاد. اسمعوا قبل ما يفوت عليكم الأوان، جبت لكم هذا التاريخ شوية نتاع العهد الخامسة والرابعة وكل هذا باش نقول لكم راه في إصرار، وكل ما تأخرتوا كل ما زادت المطالب وتعمقت المطالب وأصبحت أكثر تشددا وراديكالية وجذرية. أنا لا أريد أن تصل هذه المطالب إلى إعدامكم في الشوارع، لا أريد ذلك، صدقوني والله لا أريد ذلك، لا أنا ولا كل الأحرار اللي راهم يواجهوكم، لأن في نهاية المطاف الهدف مش رؤوسكم، الهدف نهضة الوطن، الهدف مش رؤوسكم، برغم كل الإجرام اللي ارتكبتوه، الهدف استقرار الوطن، نهضة البلاد، حرية الشعب، هذا هو الهدف. وبالتالي كل ما يأتي من خلفه، ولذلك أنا كنت ممن دعا إلى الحصانة إذا لزم الأمر. أن تعطى لكم حصانة إذا لزم الأمر. لماذا؟ لماذا أنا أضحي وأنا صاحب الدعوات إلى الحقيقة وإلى العدالة، لماذا أضحي بشيء جوهري في قناعاتي وفي أفكاري وفي معركة نخوضها معكم منذ ربع قرن؟ لماذا؟ لأن بالنسبة إلي اختيار أخف الشررين، شرين أخف الضررين، وهو إذا لزم الأمر أن تعطى لكم حصانة فلا تسألون عما ارتكبتوه في التسعينات ولا على ما نهبتوه منذ 92 وروح طالع، فلتعطى لكم شرط أن توافقوا وتقبلوا ولا تترددوا في إعطاء السلطة للشعب، حق الشعب يقرر مصيره، السلطة من حق الشعب، الحكم من حق الشعب، يأتي بمن شاء ويسقط من يشاء، وحينما يأتي الشعب بالحاكم اللي هو يحمه وهو اللي يقبله، في هذه الحالة الحاكم هذا راح يسمع للشعب وراح يدير واش يريد الشعب في عمومه وفي أغلبيته.
أما إذا كان مازال يجي عن طريقكم وعن طريق الدبابات الداخلية والخارجية، فإن لن نذهب بعيد وسنبقى دائما عبيد عند العبيد. إذن إخواني، شوف قايد صالح، إذا ما سمعتش اليوم الشعارات فإني ما أخشى ما أخشاه أن يجي وقت وإن ما تزيش تسمعها نهائيا، تختفي بالحياة أو بالموت. وراه، وهذا بالنسبة هذه القايد صالح مباشرة، راه اللي ما راهم معاك كما أنت أطحت بالسعيد وطرطاق اللي كانوا هما متقاسمين معاك السلطة، راهم اللي راهم معاك يقدروا يطحوا بك، راهم ما يخسروا عليك إلا ثلاثة ولا أربعة نتاع قوات خاصة تجي تديك وتلقى روحك أنت مع توفيق ومع طرطاق. هاني نحذرك هنا مش لتخويفك، لتنبيهك، لأنه من الأحسن أن تستمع للناس الآن من أن تنتهي نهاية بائسة. هل تتصور أنت يا قايد صالح أن السعيد يوما ما كان يظن باللي بات في التريبينال في السجن العسكري أو توفيق أو طرطاق؟ ما هو هذو كانوا أرباب؟ ما هو توفيق يصرخ في محاكمة أمام اللي اتهموه بقتل عبد القادر حشاني ويقول له أنا رب الجزائر، وكان يتصرف على أنه رب الجزائر؟ أعوذ بالله من الأرباب، من أرباب البشر. إذن وهو أمامك، إلا ما شفتش اللي انت نحيته ما هو قدامك البشير تاع السودان 30 سنة وهو جنرال، كان يعز من يشاء ويذل من يشاء، يتأله يسقط من يشاء ويدخل من يشاء، حتى ترابي اللي جابه وسجنه شيخ ترابي رحمه الله. لكن في لحظة معينة الجنرالات اللي معاه شافوا باش هما ينقذوا نفوسهم جابوه أو في الحبس وأهانوه قبل أسبوع، ولا جايبين الصور بتريكوت فوق لباس داخلي مورينو. إذن هذا راح يكون مصيرك أنت يا قايد صالح إذا ما سمعتش للشعب. ما فيش انتخابات نتاع صالح بن صالح وبدوي، ما فيش الحل. كما راه مرات كثير من الناس يقول لك اعطونا الحل، قلناه الحل عشرات المرات الا اللي لا يريد ان يسمع. الحل هو في الاعتراف بالشعب الجزائري، الاعتراف انه هو صاحب السلطه وهو صاحب الحكم وهو الذي يصنع الحاكم وهو الذي يسقطه، الاعتراف بالدوله المدنيه. أو سمعت اليوم واش سمعوك الناس، هذه ماشي كازيرنا، هذه جمهورية، هذه ماشي كازيرنا، دولة مدنية ماشي ثكنة عسكرية. هذا هو الخطاب، الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وفي الدولة المدنية. الباقي كله تفاصيل، الباقي كله تفاصيل، مجلس رئاسي، تجيبوا فلان يتفق عليه الشعب، يجي كذا، كل تفاصيل كلها ممكن أن تناقش، لكن ما لا يقبل غيره، أنا شخصيا لن أقبل غيره، وكلني على يقين أن أغلبية الناس اللي راهم يقاوموكم ويواجهوكم وبعضهم منذ 27 سنة مش حتى 24 سنة، أنهم لن يقبلوا بحكم العسكر، لن نقبل بحكم العسكر، لن نقبل بحكم الجنرالات. أنا هنا أتحدث حينما أتحدث على العسكر فإني أتحدث على كبار الجنرالات. مفيش، انتهى زمن الحكم المباشر أو غير المباشر لكبار الضباط، على كبار الضباط. وأنا عارف أن كثير منهم يريد فقط أن يقوم بعمل وأنهم مهنيين ولدي اتصالات حتى مع بعضهم، وأنهم يقولوا نحن الله غالب، الأوامر هي الآن. ولذلك لمصلحة البلاد، مصلحتكم أنتم، مصلحة أهاليكم، أبنائكم، نسائكم، أقاربكم، ألا تجدوا أنفسكم في السجون أو تدوسكم الأقدام، لأن الشعب هذا مش راجع. الناس فهمت باللي إذا ما تحرتش هذه المرة راهو ولكم حاجة، قد تختفي الجزائر نهائيا. إذا ما تحررش الشعب هذه المرة لن يتحرر أبدا، قد تمر أجيال باش ممكن تعاود تجي فكرة الحرية، لأن الناس ستيأس، واليأس مصدر كل الشرور ومصدر كل التنطعات وكل التشدد وكل التطرف يأتي من اليأس. الناس أحيانا حينما تيأس تقتل أنفسها، وشنو أكثر من الإنسان ينتحر؟ وشنو هو أكثر من ذلك؟
خلاص تظلام الدنيا أمامه، لا يرى مخرجا ولا يرى طريقا ولا يرى مسارا، خلاص ما توصلوش الناس إلى حالة اليأس، لأن اليأس يولد التطرف ويولد التشدد ويولد العنف ويولد كل شيء. اكتفوا بما نهبتم وارحلوا، من أراد منكم يبقى في الأرض في البلاد فهي وطنه، ومن لم يرد فليذهب أين يشاء وراء الأموال التي حولتها إلى كل بلدان العالم. جعلتونا مهزلة أمام الأرض ونحن المفروض أننا قوة كبرى. ماذا تزيد عنا تركيا؟ أو ماذا تزيد عنا ماليزيا؟ أو ماذا تزيد عنا إسبانيا؟ أو حتى ألمانيا؟ ماذا؟ لدينا إمكانيات بشرية ولدينا إمكانيات مادية هائلة. إذا لم تسمعوا بعد هذه الجمعة فإنكم تخوضون البلاد إلى طريق مسدود. وأؤكد لكم أن ما هو متاح اليوم لن يكون متاح بعد أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، مثلما كان بالنسبة للسعيد ما كان متاح في البداية في 22 فبراير و1 مارس وحتى 8 مارس. تخيلوا لو كان السعيد سمع في 1 مارس الجمعة الثانية وتأكد باللي خلاص، هو كان حاب يدير حتى ليطا دو سياج وليطا ديرجونس على حساب الدموي النزاري، دابا صدقناه في هذه. لو كان سمع مش كان أفضل ليه والخوه والخاوته والأسرته والترطاق والبقية اللي جاية باش تدخل السجون الآن؟ فاسمعوا انتم يا جنات البلاد مادام راهي عندكم، وما تخلوناش نضطر أننا نبدأ نذكر في الأسماء ونبدأ نجيبوكم ونجيبو أسماءكم وأسماء أبنائكم في السفارات وكذا. خلينا نعطي لكم مثال، يعني آخر الأمثلة، يعني شنقريحة الآن والمنصب الكبير اللي راه فيه، تقدروا تسألوه على بنته ميليسا، وراهي ميليسا، سألوا ميليسا، سألوا شنقريحة وراهي بنته ميليسا، إنها في البعثة الأمم، بعثة الجزائر كما تسمى بعثة الجزائر في جنيف، اللي فيها السفير العام هذا بعد أسبوع ولا 10 أيام يدخل العام الثامن نتاعه، وهو واحد من الأراذل، واحد من الفجار، واحد من المفسدين الكبار. هذا بوجمع ديلمي، قبل سنة أنا كنت في جنيف من ضمن سنة، وجاء صحفي يتكلم معاه راح يضرب فيه، سفير يروح يضرب في صحفي، لست أتذكر إذا كان الماي الماضي أو الماي اللي قبله. ما تخلوناش نضطر أننا نضع كل الأسماء، أسماءكم أبنائكم أين يوجدون، الجزائر في كل مكان. وكما بعثت لي هذا السيدة الفاضلة على هذا الموضوع نتاع ميليسا بنت شنقريحة، يقدروا يبعثوا لي آخرين، وراهي تصلنا معلومات كثيرة، لكن احنا مش حابين نفتحوا معكم مواجهة في المطلق، ما زال عندنا الأمل أنكم تسمعوا. لكن تأكدوا من شيء واحد، هو ما فيش نقاش، الشعب لن يعود إلى الوراء، لن يعود. الناس فهمت ودخلها الفهم عميق من أن إذا ما تحررتش هذه المرة لن تتحرر، وسيضيع الوطن ويضيع أولادهم أكثر من اللي هم ضايعين الآن. المخارج موجودة لمن يريد أن يفهم حقيقة، كاين عدة طرق، كاين عدة أشياء نقدر نتفق عليها. وأنا حينما أقول نتفق عليها مش شرط نكون أنا موجود، أنا راني قلتها ونعاودها، أنا لا أريد أي سلطة في أي وقت، وما ترك السلطة في بداية عمره في الثلاثينات مش راح يبحث عليها في منتصف الخمسينات. كل ما أريده قلته كثير من المرات، وإن شاء الله راه كثير من الناس ماشيين معايا في هذه الفكرة، هو تمكين المجتمع، empowering the society على قول الإنجليز، تقوية وتمكين المجتمع حتى يصير عندنا مجتمع ما يفكرش أي طاغية سواء كان لابس العسكرية أو لابس التيربون أو لابس اللحية أو لابس الكرافاتة أو لابس أي شيء آخر أنه يتسلط عليه. نريد أن نبني مجتمع قوي وقوي جدا، حيث لا يفكر أي ابن 9 شهور أو بنت 9 شهور أنها تتسلط، لا على مستوى البلدية ولا على مستوى الدائرة ولا على مستوى الولاية ولا الوزارة، فما بالك على مستوى الحكم الكبير، على مستوى الرئاسة وعلى مستوى كبار الحكام.
هذا هو الذي نريده وهذا هو الوطن الذي نسعى له. فاسمعوا يا أخوانا الجنرالات قبل أن يمر الوقت، وما تخلوش هذا الذباب الإلكتروني راه غير يزيد يغيظ الناس ويشددهم ويستفزهم، راكم تملؤون به الانترنت، راه يزيد عليكم أكثر. وما تقولوش أنا والله ما أنزعج منه على الإطلاق، بل بالعكس في تفاعل زيادة في الصفحة نتاعي ما عنديش مشكلة، لكن الناس الآخرين راهي تزداد كلما دخل الذباب الإلكتروني للشتم والهجوم، وكلما تشدد الناس. وانتم هذه يبدو أنكم مش عارفينها في الشعب الجزائري. الشعب الجزائري تاع تغننت كما يقال، نتاع التحدي. وأكبر دليل هو اليوم، أكبر دليل هو اليوم، كل حساباتكم كل تقديراتكم، وأنا أعرف ما يجري. وبالمناسبة يا قايد صالح، عاد ما جيت تبون لن يمر، واجتماعك معاه ومع سعيداني اللي راه من الخلف الآن راه يولي ولا هو المنظر نتاعك، راه مش يروحش بعيد، راه ما يروحش بعيد. عبد المجيد تبون لن يمر في ربع جويلية، لا هو ولا غيره، أي واحد من وجوه العصابة لن يمر. ما ضيعوش الوقت، وإذا لازم الأمر الجمعة الجاية الناس يرفعوا لك باللي عبد المجيد تبون راهو كما البقات أو أكثر. عبد المجيد تبون ظل 50 سنة وهو في الإدارة، 50 سنة من الفساد والإفساد. والحركة نتاع أول لول العام اللي فات مش راح تمشي على الناس. هو جاء أصلا قبل سنتين لما جاء في مثل هذا الشهر بعد سلال، جاء لينقاذ العصابة من نفسها، لأنه شاف باللي راح الناس في لحظة معينة ستنتفض، لكن العصابة ما سمعتلوش وطردته بشرط طرده. لكن هو قال أنه مع الرئيس ومع الرئيس إلى آخره. ما فيش واحد من اللي قضى هكذا 40 سنة 30 سنة في الإدارة، سواء الإدارة العسكرية أو الإدارة المدنية، سيقبل به الشعب. ما فيش، الناس بالنسبة إليها راهي فاهمة وراهي عارفة وشنو. على أقصى تقدير الناس قد تقبل بواحد من اللي جاء ما جاش بعد 92، أو حتى ربما واحد جاء ولكن لم يبقى طويلا. على الأقصى تقدير قد تقبل بهذا، ولكن المفهوم اللي تريده الناس هو رئاسة جماعية، حتى لا في حتى واحد يدور هاك ولا هاك، لمرحلة انتقالية تكون هناك حكومة مؤقتة وانتقالية تقوم بما يجب أن تقوم به. إذن إخواني اللي راه مرات يسألوا عن الحلول راهي موجودة لمن يريد أن يسمع، لكن الجماعة هذون وبدعم إماراتي سعودي فرنسي أمريكي يريدون إعادة إنتاج النظام، سيسي واحد آخر، سواء مباشرة أو غير مباشرة. هذه ليست مصر، أرض الشهداء ليست مصر، ولن يتكرر فيها السيسي، لن يتكرر، ولن نسمح بالنفوذ الإماراتي ولا السعودي ولا القطري ولا الفرنسي ولا الأمريكي ولا الروسي، لن نسمح به في أرض الشهداء. هذه أرضنا، هذه الأرض ليست للبيع، كما قال أحد أعظم من بين أعظم أبناء هذا الوطن قبل أكثر من 70 سنة أو 80 سنة. هذه الأرض ليست للخضوع وليست للبيع، هذا الوطن من أجل الحرية، شعب الجزائري شعب حر وهو مصمم أن يظل كذلك. هذه أول عبارة في دستوركم حتى أنتم. أختم فقط نقول بعض إخواننا لما يقولوا مرات أحيانا الصوت، ما الصوت إخواني؟ الصوت راهو نتيجة للضغط على الانترنت عندكم من طرف هذه العصابات. راهو الموقع نتاعي وموقع حركة رشاد غلقوه في بعض الأماكن في الجزائر، يعني كاين 3 ولا 4 اللي راهم تاع الانترنت، هذو تاع التليفونات ونتاع أريدو غيرهم وجيزي إلى آخره، البعض منهم غلق المواقع نتاعنا. تخيلوا، مع أننا أصلا الموقع مش نكتب فيه لأني راني مركز على الفيسبوك وما حتى أهملته يعني، لكن الخوف نتاعهم خلاهم يغلقوا هذه الأشياء. فهما أصلا لما يكون هناك اللايف وكذا راهم ينقصوا لكم من التدفق الانترنت، وهذا اللي يضعف الصوت عندكم. الصوت عندي أنا جميل، والدليل أن الناس لا يسمعوا فيه الآن خاصة في أوروبا يقدروا يثبتوا لكم، أو في الخارج يقدروا يثبتوا لكم أن الصوت جميل. وأيضا بالنسبة لإخواني وراهي آلاف الرسائل تصلني، قلت لكم قبل شهر ممكن واحد من الإخوة المساعدين قال لي راهي 64 ألف رسالة في أسبوع واحد، ف
فاعذروني من فضلكم يا إخواني وما تلومونيش حينما لا أرد عليكم، سواء جماعة اللي راهم في التليفونات أحيانا، في الواتساب، في الرسائل الفيسبوك، في الإيميلات إلى آخره. أتمنى أن تتفهموا كل هذا الوضع. وخلاصة القول أختم به، وهو ما نريده يا جنرالات البلاد ويا كبار حكامها اليوم، قايد صالح رئيس السلطة في يدك 100%. شوف ما تلعبش، ما كان لا تستعمل الحراك والانتفاضة باش تصفي حساباتك. احنا لا نريد محاكمات تاع التصفية، لا نريد تاع الانتقام، لا نريد محاكمة انتقائية ولا انتقامية ولا تصفية حسابات. نحن نريد هؤلاء اللي حكمتهم أن يبقوا متحفظ عليهم في السجن الاحتياطي إلى غاية أن يأتي القضاء العادل، وحينما يأتي القضاء العادل فإنه هو الذي يحكم بيناتهم. وما كان لها توسيع هذه للمدنيين، هذه المحكمة العسكرية اللي هي في الأصل ما كانش لازم تكون، لكن رأي ما كاين مجموعة طويلة من كبار اللصوص وعلى رأسهم يحيى مثلا، وعلى رأسهم سلال، وقائمة طويلة، وعلى رأسهم صاحب قائمة قناة العار، وقائمة طويلة، لكن بشرط ألا تتم أو لا تظن، ما تظنوش بأنكم كي تديروا هذه الأشياء وتدخلوا من الحبس الناس راهي، لا الناس راهي فاهمة، الناس راهي عارفة واش تحوس، تروحوا انتم لثكناتكم والدولة المدنية والشعب يقرر مصيره، كل الباقي تفاصيل. حياكم الله يا إخواني أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.